مشاهدي اوريزون تي في، مرحبا بكم معنا في هذه الحصه الجديده من برنامجكم تاكتيك. بزاف الناس كانوا كيتكلموا معنا على الماس، عادي جدا لان الماس فرقه كبيره، ومنه بزاف اللي شافوا بعد الرجوع ديال الام سي او المولوديه الوجديه بانه يمكن في المغرب تبدلت شويه الخريطه ديال كره القدم. اللي كنشوفوا الفرق اللي كاينه في بريمير ديفيزيون واخرى اللي طلعت، وهذا حق اي واحد اجتهد، ولكن ديما كيكون تساؤل على الفرق الكبرى. من الفرق اللي كنخلقات جدل ابرزها هو المغرب الفاسي، وبدرجه اقل نادي مكناسي لان تعيش صراعات اخرى ومن نوع اخر. المغرب الفاسي حاول نفسروا شويه ونهضروا على الازمه ديالو. استضفنا الرئيس السي مرديسي وخدينا مع عنده اشنو كيشوف هو وكيفاش كيشوف الامور، واستنتجنا مع السيده جات، ثم استضفنا ناس من المعارضه واللي تكلمنا معاهم وبحثنا على شكون هما الناس عندهم الرغبه فين يجيو وياخذوا زمام الامور داخل فريق المغرب الفاسي. ما توفقناش نوصلوا سيكسوس، ويمكن ما عندوش الرغبه، ولكن اللي عطى الرغبه اكثر وخرج في وسائل الاعلام وهضر مع السلطات هو الرئيس السابق سي مروان بناني، واللي عاش فتره كانت مهمه مع فريق المغرب الفاسي فيها نجاحات وفيها اخفاقات. سي مروان كما كنت وعدتكم قبل كان اتصلنا به وكان موعدنا يجي، ومن بعد تكلم معنا قال لك اودي انا خصني نمشي ونشوف الناس والاسره المصاويه، ومن بعد نكون فكره ونقدر نتكلم معكم بقناعه تكون احسن. وهذا الشيء علاش هو وفى بالوعد ديالو وحضر معنا هنا في بلاطو ديال التاكتيك على اوريزون تي في. سي مروان بناني اهلا وشكرا على قبول الدعوه. اهلا وسهلا بالسي محمد امين، مرحبا. شكرا. سي مروان تيجي معنا ولو انه كان اوسبيتاليزي في لا كلينيك، ياك ما كيلبس معنا سي مروان. الحمد لله دوز نهار في لا كلينيك والحمد لله. عندك يقول لنا جي بين رئيس المغرب الفاسي. لا لا رئيس المغرب الفاسي لا ما تخافش. الله يصحتك الله يصحتك الله يصحتك. هذا مساله اخرى. سي مروان انا كنا اتصلنا وكنت انا فضلت في برنامج، ولو بزاف الناس يشوفوا الجمعه يقولوا نو البطوله باقي فيها من تقال وقلنا فيها، ونهار الاثنين حنا بغينا نهضروا على الجديد في البطوله، شي حاجه نشوفوا واش غيوقع، نشوفوا واش غنشوفوا بطل واش غنشوفوا. دوك الساعه نهار الاثنين عطى الله من تقال اثنين وثلاثه واربعه وخميس. كاين الماس هو فرقه مهمه، الماس ما طلعتش وهذا العام الثالث غادي ندخل فيه، مشاكل كثيره. عاودتي قدمتي راسك كحل اول حاجه كجزء من الحل او لا جزء او لا حل بالنسبه لنا حنا كحل، لان ما كاينش حلول كثيره على حسب الرغبه ديال المرنسي تقول انا غنمشي في حالتي. قبل ما نهضر معك على المرنسي ولا طيب، اشنو هو اللي خلاك تشوف راسك انت جزء من الحل وانت اللي كنتي مشيتي وعاد بقيتي عييتي قلتي ودي الله يجعل شي بركه مشيتي نذكر فرقه كانت بريمير ديفيزيون انا ذاك فاش مشيتي، جيتي دابا كتقول جزء من الحل، اشنو اللي خلاك تشوف راسك انك جزء من الحل دابا داخل فريق المغرب الفاسي؟ بون اولا تنشوف المغرب الفاسي حرام كفرقه كبيره تبقى في القسم الثاني الموسم الثالث، وحنا ما بغيناش حيت الا بقات عاوتاني عام واحد اخر في القسم الثالث تولي فرقه ديال الدوزيام ديفيزيون. صافي في العقليه ديال هذا تولي فرقه الدوزيام ديفيزيون، هذا هو الخطير جدا. حيت الفرقه خاصها تطلع باش ما كان العام الجاي. عيطوا لي بعض الفعاليات والخريطين ومحبين المغرب الفاسي وطلبوا مني الرجوع، وقبلت حيت فرقتي هذه هذه فرقتي ما يمكنش تخليها انا في هاد في هاد في هاد الفرقه ديال القلب. ما نقدرش ما تسمحليش الضمير ديالي ولا الاخلاق ديالي والتربيه ديالي باش نخليها. الا كان يمكن ليا نعاون وحل المشاكل ديالها انا رحبت بالفكره ومستعد ناخذ رئاسة المغرب الفاسي. علاش لا سومين ديرنيير طلبتي مني؟ تفضل اسمح لي هنا مزيان هذه النقطة، انك ولكن كنتي مشيتي درتي هذه التحركات ودرتو جمع عام ووعدتي قلتي انا دابا اول حاجة خصني ناخذ دي كونت لعب باش نخلصهم، وخديتي حكم بانك ما فهمناش انك اعلاميين، خديتي حكم بانك انت هو الرئيس الشرعي ديال الفريق المغرب الفاسي، ومن بعد مشيتي من الساحه وبقى المرنسي كيتصرف كرئيس مغرب الفاسي. اشنو وقع اللي خلاك ما استمرتيش في ديك النقطه؟ ولا بزاف الناس سمعنا فين قالوا واش فعلا مروان عنده الرغبه الحقيقيه؟ نفسر لك شنو وقع. مني تجمعنا قلت لك المنخرطين والفعاليات ديال النادي المغرب الفاسي، قررنا باش نديروا جمع عام باش نديروا سميتو. كاين قانونيا صافي درنا رسائل الجامعه والسلطات وهذا، ودرنا ثلثين من الخريطين، ودرنا جمع عام استثنائي ومنتخب رئيس. مشينا عند جاو السلطات جاو الناس كامله؟ لا جا ممثل الشبيبه والرياضه، وجا الممثل ديال الكوميتي ديريكتور،
والمنخرطين اللي في القانون ديالك ممثل الجامعة راه حضور تيكون عيب غير ملاحظ ما جاش لسميتو. ملي درنا جمع العام انتخب الرئيس والمكتب ديالو ومشينا عند الباشا باش نحطوا له يعطينا وصل الايداع الباشا رفض. درنا دعوة قضائية ضد الباشا وحكمات المحكمة لصالحنا وجا استأنف في المكتب ديال سلمى النيسي خلق طرف هذا استأنف وداروا عدم القبول للدعوة صافي رفضوا له الدعوة ديالو. جا من بعد الباشا استأنف باقي الحكم النهائي للباشا يلا استأنف صافي دير استأنف الحكم النهائي للباشا باقي ما خرجش باقي ما خرجش باقي الان ما باقي الان ما خرجش دونك لواحد الساعة باش الناس تفهم دابا باش الناس خصها تفهم امام المكتب ديال السي احمد البرنيسي غير قانوني يتبع عنده لا وصل ايداع لا مؤقت لا نهائي حد الان هذا من السلطات الجامعه كتعامل معاه تتعامل معاه حيت ما عندوش ما تيعطيو والو لا دي سيفونسوني غير الى اونديتي كاين عندنا سميتو عندنا نزاعات ني راسلاتو المره الاولى والثانيه والثالثه وحضرات معاه دابا هذا الشيء في الجمهور العام يعني تتعرف به السي محمد امين هذا ماشي موضوعنا انا تنقول لك دابا هذا الشيء هذا الماضي انا ما بغيناش ندويو على الماضي تبغيش تشخص القضيه ما بغيناش ندويو على الماضي بغينا لقاو حل ودي سلمي مع السي احمد المرنيسي باش الفرقه ما تبقاش في الهويه. مزيان انا نمشي معك قضيه السي احمد المرنيسي اللي سمعنا كاملي هو انه انت اتصلتي بالسي احمد المرنيسي قلت له ودي اجي وخرجتي في لقاءات مع السي اسامه ولقاءات اخرى مع اخوان اخرين سمحوا لي انا ماشي ما ذكرتكم شي حيت ما عنديش في راسي دابا اعتذر بالنسبه للاخوان ماشي قلت حتى اسامه صاحبي قلت له ودي انا اذا كان السي احمد المرنيسي كيتسال شي حاجه هو شخصيا وعنده الوثائق ديالها نخلصها اتصلتي به جا عندي هنا سولته قلت له واش ودي اتصل بك سي مروان قال لي فيكتيفون اتصلت به قال لي لا بدا ما جاوبنيش لا خصك تجاوب على هذه النقطه قال لي اتصل بيا بالليل وهذا وانا ما مساليش باش بالليل كنت ناعس المهم هذا ومن بعد قلت له واش اتصلتي بالصباح قال لك ودي لا انا ما غنبيعش الماس وما نتلاقاش معاه ولكن اللي فهمنا الناس كاملين هو انه بحال هو ما باغيش يتلاقى معك وبالنسبه له انت ما صالحش باش تكون فريق رئيس فريق المغرب الفاسي من بعد منه اذا كان غيمشي هو شنو تقدر تقول على النقطه؟ بون هاد النقطه اتصلت به افكتيفون اتصلت به انا مع 9 ولا 9 ونص الليل باش ندير معاه لقاء في الوقت اللي يناسبو نشوفو ونلقاو حل للمشكل المغرب الفاسي ما جاوبنيش ما عيطليش وسمعت بان في سميتو سمعت بان في التلفزيون في بعض القنوات بان ما قبلش ما بغاش يتلاقى معايا رفض يتلاقى معايا من حقه واخا ما تنعرفش بوكوا حيت انا سي المرنيسي زعما ما عندنا صراعات انا عطيت ثقه ما عندنا صراعات ومع كلشي يعرفني بان ما تندخلش للفرقه وما تنعيط حتى واحد انا بغينا نلقاو حل هاد الفرقه ديالنا حيت فرقه للجميع فرقه ديال اللي حرام دابا حرام الفرقات ولكن شنو فهمتي بانه باش يتلاقى معك انت هو ما كانش عنده مشكل يجيك السوس اسمح لي انا باش كنشخص وكتعطيك معطيات يمكن تيقولوا بانه عنده يعني قابليه يخليها السي بن الحود يطير الاخر ولكن اللي فهمنا هو انه انت بالنسبه له واش انت اللي مستهدف واش الناس اللي معاك هو ما تيبغيهمش واش اشنو هو الفهم ديالك لهاد القضيه؟ لا كان دوك انا هو عرفت فهمتك محقه هو يشوف كيما بغى انا الحمد لله علاش نجحنا حنا تنعاود ونكرر حيت كان جميع الفعاليات معنا اللي في المكتب واللي خارج المكتب داكور علاش طلعت الفاس اللي طلعت الفاس اجمعت تجمعت مع الفعاليات ديال فاس وجمعت مع الناس اللي معاه في المكتب فهمتي كل شيء رحب بالفكره بان نقدو الماس حيت الماس الاهم هي ما خصهاش صغار الماس خصها تبقى كبيره خصها حيت تخي صعيب يجي رئيس واحد اخر هادشي اللي خايفين منه يجي رئيس يعطيها لواحد اخر اللي صغر المغرب الفاسي وصغر البيدجيت ديالها ما عمر طلع نوليو فرقه ديال دوزيام ديفيزيون هذا هو الخطير خطير جدا حنا جينا باش نخليو المغرب الفاسي
كبيرة وطلع هذا العام باش ما كان اطلع البريمير ديفيزيون باش ما كان اطلع وهادشي اتفقنا عليه واتفقنا عارفين الادات ديالها وعارفين المشاكل ديالها وتجمعنا ولقينا حلول باش نخرجوها من هاد الازمه هذه. لقيتيها مع الناس تاهماني معاك اكزاكتومون. انا ماشي معاك في هذه النقطه هذه. الناس اللي معايا منهم بلا ما نسمي بغيت نسمي بغيت نسمي نسمي جامع السي خالد كسوس جامع كل مع السي اقصبي مع جامع مع كل شيء مع رضا الزعيم مع المراكشي مع السياسه هذه كره هذه كره ماشي سياسه فهمتيني تجمعت مع كل شيء اللي في المكتب اللي معاه واللي ضد اللي ضد واللي معاه تجمعت معاهم باش نلقاو حل والحمد لله زعما لقيتي تجاوب لقينا تجاوب الحمد لله ممتاز كاع فهمتي كل شيء باغي يخرج الفرقه من هذه الازمه زعما اللي تلاقيت معاه باغي يخرج الفرقه من هذه الازمه ميم الجمهور المغرب الفاسي شحال هذا كان تيفتخر بالفرقه ديالو دابا تيحشم تيحشم هذا عار المغرب الفاسي تبقى والمغرب الفاسي ماشي ديالي ولا ديال المرنيسي ولا ديال هاد الناس اللي سمعوها وأسسوها أماتوا هما في القبور وتا حنا الوقت ديالنا هذا التاريخ وهذه رسالة تنوجهها لسي المرنيسي تنوجدوا هذه الرسالة الله يكثر خير لسي المرنيسي يلقى حل يلقى حل عنده شي رئيس مزيان مع هذا نجمعوا عليه أهلا وسهلا راه يقدر يكون مزيان ولكن ما عندوش السنين المادية لا رئيس اللي يخلي الفرقة كبيرة هذا هو المهم عندنا المهم هو الفرقة ما تصهرناش حيت كاين يجي يدير لها بيدجي ديال 5 مليون درهم ولا 6 مليون درهم وتقول له فرقه ديال الدوزيام ديفيجن عاديه جدا وهذا هو الخطير اللي ما بغيناش نوقعوا فيه تاكدها وتعاودها عاودتها المره الثالثه خطير جدا الى بقات المغرب الفاسي العام كتشوف هذا هو التوجه اللي كتقول دابا انت هذا هو خصها تطلع ما فهمتينيش كتشوف لاني كتعاود المره الثالثه يعني بحال انت عندك معطيات بان هذا هو التوجه ديال المريسي والناس اللي معاه والمعطيات اللي عندي هو هذا بكل صراحه المعطيات اللي عندي هو هذا الفرقه اصغر ويديروا البيجي ديالها ويصغروا البيجي ديالها لهذا الشيء ما تقبلوش. باش نرجع معك لهذه النقطه هذه ديال المعارضه اللي تكلمتي عليها وهذه فهو اللي كان معنا هنا تكلم على ان الاسباب ديال الازمه اكثرها هي الديون اللي خليتي انت كرئيس حتعرفوا بانك انت موراك جا السي العالمي وما عمرني سمعت السي العالمي يهضر على الديون اللي خليتي انت ولكن هو رجع للديون انا اول حاجه هو بغى يبعد عليك انت على الساحه اول حاجه الفرقه ما خدعهاش عندي خدام عند راشد العالمي وحنا مع راشد العالمي دار عمل ممتاز وخصنا خص الراي العام يعرفوا السي العالمي ستان فينونسي اللي نقى نقى بزاف ديال هذا بكل صراحه وعطاه الفرقه 300 مليون كاين في دو ديفيزي ديال رابور فينونسي 300 مليون سي غيان دو تو غيان في كرة القدم في كرة القدم سي غيان دو تو 300 مليون بحال اللي انت رابح 300 مليون وسير بالنسي ردها دابا مليار و600 مع الضرائب مع عفوا الضرائب ولا هذا المهم في رابور فينونسي مليار و600 ومليار و600 ما سخلعناش حنا ما حنا ليسونسيال هو هذه الفرقة هذه ولكن علاش هو تيركز على انك انت اللي الديون اللي على الفرقة هي متراكمة عليك انت وهذا هو شنو تفهم دابا هذا الشيء سي تخي سامبل شوف الرابور فينونسي ديال راشد العالمي فيه 300 مليون كيفاش جاب لي انا هذا الشيء ها هو خدها ب 300 ولا 800 و600 دابا انا خارج من هذا الشيء كاع نهائيا هذا الا بغى يتغطى على شي حاجه بحقه ما ندخلش معاه في هذا الشيء كاين لي رابور فينونسي هما اللي تيحكموا نعم نرجع معك السي مروان انت دابا كتعرف تتعايش فريق المغرب الفاسي يمكن تعرف شويه شكون من هنا المعارضه من هذه ف اشنو هو الحل اللي كتشوفه انت حاليا داخل الفريق المغرب الفاسي اشنو كتوجد انت من غير انك تقدر تجيب السؤال المادي ما عرفتش انا شحال ما تقدرش تعرف اشنو هو الحلول اللي كتشوف باش فريق المغرب الفاسي يتنقل قبل ما نوصل معك للجام العام كيفاش دير التصور ديالو لانه هو باغي يديرو تالي وكان جوي واش هذاك تاريخ مناسب بعد لانقاذ فريق المغرب الفاسي هذه واحد كاين الحل الاولي انت اشنو تتشوف دابا خصو يدار باش فريق المغرب الفاسي يتنفس وتجي شويه الثقه في المحيط ديال الفريق المغربي اللي ما بقاتش نهائيا. هذا الشيء علاش طلعت لفاس؟ طلعت لفاس بهذا الشيء ولقيت تجاوب شنو قلت لك في الاول تجاوب ممتاز باش نخرجوا المغرب الفاسي من هاد الوضعيه هذه. صافي غادي كل شيء تنعاودها كل شيء لا اللي معاه ولا اللي خارج بغاو يعاونوا باش المغرب الفاسي تخرج من هاد المأزق ديالها صافي غادي درنا ان بروجي واتفقنا عليه باش نخرجوها وعارفين كيفاش نخرجوها كاين معروف في تاريخ المغرب الفاسي وتاريخ فاس بانهما واحد النوع من العائلات
تعاونوا ديما فريق مغرب فاسي واخا ما يكونوش داخل تسير. هاد الناس هضرتي معاهم تكلمتي معاهم يعني انت فاش كنتي راه كانوا هاد الناس دايرين معاهم تكلمنا معاهم ومستعدين باش يعاونوا المغرب الفاسي. تنقول لك كلشي ما راضيش بالوضعيه ديال المغرب الفاسي، كلشي باغي يعاون باش يخرج المغرب الفاسي من هاد الازمه هادي. لا هي دابا الا رجعتي بحال هاد كلشي هاد الناس راه تيهضروا مع احمد البرنيسي ولا تيعاونوه حتى دابا، واش ما يقدروش مثلا يقولوا له ودي راك انت ما بقيتيش صالح بحال اللي وقع مثلا في الرجاء، جاء وزير جا هادو قالوا حسبنا ودي خاصك تمشي بحالك انت ما صالحش دابا. دابا هذا هو دابا هادشي اللي درنا، درنا طلبنا دي جون حيت ما بقيتيش صالح ماشي عيب ماشي هو شخص ديك الساعه فهمتني. انا كان كنت عندي انا هو المشكل، قدمت استقالتي عطيت صوره للست العالمي مشيت بحالي صافي. ديك ما بقيت صالح السلطات ما بقاوش بغاوني، ما هذا مشيت بحالي انا ذاك حيت السلطات كتبدل. انا ذاك تندوي على انا ذاك فهمتني ومشيت بحالي. هذا هو العقل، علاش نمشي نتحارب ونمشي نسميتو هادشي؟ ما سي لوجيك. في نظرك علاش كاين التحارب؟ واش هو السي المرنيسي واش باغي يغطي على شي حاجه في نظرك؟ واش موجد شي واحد؟ واش موعد شي واحد؟ واش ما راضيش يخرج بهذه الطريقه في نظرك علاش هذه القضيه؟ شوف الله اعلم، انا ما يمكنليش نقول شنو تيفكر السي المرنيسي، حتى هو الوحيد اللي يقدر يعرف شنو في باله فهمتني. حنا المهم عندنا يخرج الى الساحه، يخرج عندنا يهضر معانا، عنده شي واحد اهلا وسهلا. حنا ما تمشي تنقولوا اهلا وسهلا، عنده شي واحد مزيان صحيح اللي قدنا الفريق احنا نعاونوه كلنا، لا 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 المكتب اللي معاه واللي خارج المكتب نعاونوه، تنقولها وتنعودها يجلس معانا يفسر لنا شنو بغا يدير، علاش تيدرق علاش يتخبى علاش يجلس معانا. قلنا سيدي عندي انا فلان فلاني عنده امكانيات، عنده ان بون بروجي، اهلا وسهلا حنا معاه نعاونوه. كيضرق باين هو باغي يدير الجمعه حتى لو كان جويي، هذا خطير جدا. واش لو كان جويي وبريمي وتتبدا الشامبيون، واش بغى مصلحه الفريق ولا بغى يضر الفريق؟ اذا كان جويي فين هو الوقت باش دير الانتدابات ديالك؟ فين هو الوقت باش دير الكونسونتراسيون ديالك؟ ما يمكنلك شيء صافي، غتخلي الفرقه في الدوزيام ديفيزيون مع العام الجاي. وشنو الحل الا هو بقى مصر اللي كان جويه في نظرك؟ والحل تيتحمل مسؤوليته هو، حيت الحل هذا خطير. انا على ما اظن كاين اجتماع عنده نهار السبت فاس مع واحد الطرف من الفعاليات ديال مدينه فاس باش يلقاو حل باش يدير لاسومبلي جينيرال لو بلو فيت بوسيبل. الا بقى تشبت بلو 15 جويه خطير، حيت ما عندكش ما بقى عندك اللاعبين اللي بغيتي تاخذ يكونوا تخداو شنو تاخذ ديشي تاخذ المدرب صعيب يستعمل فهمتيني. ولو كان جويه البريمي اوت كدير دونك صعيبه هذه القضيه بيان سور، صعيبه جدا وخطيره جدا. واشعرتوا بهذه القضيه؟ حاولتوا تشعروا؟ احنا انا ما عنديش اتصال به مباشره، انا ما تيجاوبنيش، ولكن وكلت بغيت ما عنديش مشكل انا نسمي زعما طلبت من السي عبد الحق المراكشي قول لي بغيتي انا كنقول هشام شاكور اللي معاه في المكتب ديالو باش عيطوا له ودوه معاه واتفقوا معاه نهار السبت باش يلقاو حل لهذا المشكل. حتى هما حيت فاهمين انا صعيب زعما حتى هما فهموا بان خطير جدا لاسومبلي كان جويي ويعرفوا شنو كاين. انا ما بغيتش يتلاقى معايا، طيب بغيت يتلاقى معايا اهلا وسهلا، وقلت لهم الى سيدي كونفيرمي لي بغا باش نطلع نهار السبت نجلس معاه في فاس انا اهلا وسهلا. اي بلاصه بغا يجلس دابا خلينا نحلوا الواقع، هو ما بغيش يجلس معايا ماشي يتعامل معايا. هذا الواقع هذا الواقع. حنا خصنا نفوتوا هاد المسائل نهضروا على الماس اللي تيهمنا في الاخر هو الماس، واللي هضرتي على الجمهور ديال الفريق المغربي الفاسي. واش عندك اخبار باللي اللعابه 12 واحد فيهم قام مقاطع الماتش ديال كاس العرش يعني الاقصاء واشيك من كاس العرش؟ شوف راسي في راسي وما تريناوش لا البارح لا البارح، شوف راسي كله في راسي شوف راسي هذا فقسيل ما يمكنش من سميتو ولكن ما نظنش. انا اظن بان اي لعبوا في يلقى معاهم زديربي اصلا مع الوافد يجي يلقى. انا على ما اظن يمشي يطلع للرئيس ويلقى معاهم حل ويلعبوا زعما ما اظنش من غير ان اللعابه في الاخر العام ما عارفينش شنو يوقع في الجيم العام، الناس كتسال ما واخدين تريال يلا دي صالير يمكن باقي لهم شي دو موا ولا ان موا ما عنديش الديتاي ديال لي صالير بالضبط، الناس ما عندهاش لي بريم عارفوا من فرقه ما طلعت ما يدافعت، فصعيب الحل في هذه القضيه هذه.
وي الله يحسن العوان الفرد اللعابه، الله يحسن العوان الجميع، فهمتيني؟ ماشي تما ما دا مشكل طاري دابا، ما عندنا ما نخبيو، ما عندنا ما هذا، خص الرئيس والمكتب ديالو خصو يطلعوا وتكون مشاكل مع اللعابه ديالهم، ما خصهمش يتخباو، خصهم يطلعوا يواجهوا اللعابه ديالهم ويلعبوا، حيت عيب وعار بان ما نلعبوش الديربي ولا ندخلوا اسبوار ولا حيت كاين حلول وحده اخرين تجي تيوجدوا لي سبور باش يدخلوا مثلا، ولاعبين حنايا لي سبور لاعبين مع الواف، لا هذا الكاس 10 لا لاعبين مع الواف بعدا لاعبين مع الواف خصنا نطلعوا الجونيور يلعبوا والكادي واحد الروينه، وإلا ما لعبوش الكادي إلا ما لعبوش هو ان بوان ديال العام الجاي، فهمتيني؟ صافي دير خصهم يطلعوا، خصهم يطلعوا يفكوا المشاكل ديالهم. نرجع معاك انا الماس، هو اللي كاين هو صراع اسماء، هذا هو اللي فهمت، لا من المعارضة لا من هذا لا من هذا، أسماء هي معروفة واش تشوف بأن الناس واحد أي واحد النقطة الله يخليك مهمة، واش تظن بأن المغرب الفاسي ما طلعتش حيت المعارضة؟ لا 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 فهمتي، حيت الناس أولوا هذا الشيء كانوا في التيران ما كانتش المعارضة، لا زعما صدقي زعما كيأولوا زعما أنت كنتي كتعارض، لا ما عمرني ما تدخلش في هذا الشيء، أولا ناس أخرين مثلا ناس واحد أخرين، حيت السي هذا المعارضة اللي خلات الفرقه ما طلعش، هذا خطا وسميتو هذا التسيير اللي ما طلعتش الفرقه، وعاد الانتدابات ما كانوش محلهم، وتصريح اللعابه كانوا سبعه اللعابه مشاو صرحوهم اللي الفرقه ملي تلعب على الصعود ما تصرحلاش اللعابه، فهمتي؟ الحارس الله الفيلالي ها الدحماني ها سيدي بي ها بن شرقي ها كاين سبعه اللعابه اللي تصرحوا اللي خصو اللي تلعب على البطوله ما خصهاش تصاد هذه اللعبه، ما خصهمش دونك بالنسبه لك هذيك اعذار تيقلب عليها هو حاليا رئيس فريق على حسب التعبير ديالك؟ انا تنظن اعذار هذا واقع ماشي تعبير، هذا واقع. انت فاش كنتي رئيس هذا باش الناس تفهم تالو البروجي ديالك، واحد لقيتها جبتي سهوله ماديه من بعد ما بقيتيش قادر تستمر انك تعطي من جيبك، وكان شويه الفعاليه مع ولادك، شنو الضمانات دابا اللي عندك دابا باش تولي رئيس مثلا وغتقدر تفينونسي وتجيب الناس اللي يعاونوك باش فقط تطلع وتبقى وما يوقعش لها المشاكل اللي وقعت؟ دابا الاجتماعات اللي درت والفعاليات ولي سبونسور اللي جمعت معاهم كي قلت لك بان واجدين يعطوا الفلوس قبل من الجامع العام، كاع كاين اللي قال لي نعطيك شويه قبل من الجامع العام، ولكن ما تخافش تكون عهضه ومن بعد من يدخل الصح مثلا بعد ما نظنش، حيت حتى واحد ما راضي بهذه الوضعيه هذه، وكل شيء حسيت ومقتنع بان كل شيء باغي يعاون، كل شيء زعما كل شيء باغي يعاون، سبونسور لي جون لي فعاليات فاس لي نوطاب دو لا فيل كل شيء باغي يعاون، السلطات باغي يعاونوا طول الموند، الفرقه باش تطلع باش تطلع. انا كندويك على البروجي ديال مروان بناني اللي نورمالمون في 4 سنين. شوف لو بروجي دابور تنفكر دابا هذا العام طلع لي فرقه، طلع الفرقه دابور بروجي نديرو با لا سويت، ندير هاد الفرقة هاد العام طلع، نجيبو مدرب اللي عندنا في البال ديالنا، نجيبو لاعبين اللي ما خصهمش يمشيو، علاش خصنا نديرو جمع العام لو بلو فيت بوسيبل باش ناخدو اللاعبين ديالنا وناخدو المسائل ديالنا ونديرو الكونسنتراسيون ديالنا، فهمتيني؟ حيت خص الفرقة خصها مينيموم واحد 9 ولا 10 لعابة مينيموم يكونوا لعابة، ماشي يكونوا لعابة. نرجع معك لهذ النقطة اللي كتهضر عليها السي مروان، كتهضر دابا على لو بروجي والمدرب وهذا، إلى تلقى السي المرنيسي مع الإخوة اللي هضرتي عليهم السي عبد الحق المراكشي والسي شرقول وما بغاش يمشي، شنو يكون الحل أمامك؟ ما بغاش، لا أنا غنمشي تال جوسكو بو تال نمشيو نتجمعوا مع عاوتاني مع غتبقى أنت مصر تاع عندك الرغبة، ولا غتقول ودي هذا السيد بغي ما بغاش راه ما عندي ما ندير دابا فقنا دابا هادي خصنا نلقوا لها حل صافي دير يقدر لا يقدر هادشي كاين نمشيو عاوتاني نجيو فيهم ديبلاسي افاس، ولا لي جون فاس يجيو بحال حيت لا ميم شوز حنا عائله وحده داكوغ، ولقاو حل مع هاد الناس، اما نزيدو سميتو ولا دابا نسحبو تري سامبل. لا نسحبو راه ساهله شويه، لا ساهله شنو قلت لك زعما نتجمعو لقاو ونعطيو مسؤوليته، حيت دابا هذا المسؤوليه ديالو هذا التاريخ هو اللي بيحكم، صافي شنو هو المصلحه ديالو، ما فهمتش انا شنو هي المصلحه ديالو، بغى يدير الجمع العام كجويي، شنو هي المصلحه ديالو؟ شنو هي المصلحه ديالو؟ هو يبقى الناس ديالو، لا الا بغى يستقل هو على ما سمعت وعلى ما سمعنا
في جميع قنوات هذا بان ماذا بيزيدش السي احمد المرنسي، واذا ما زيدش السي احمد المرنسي بغدا في الصباح درجه مع الاستثنائي ديالك واعطي الناس سوارت وخليهم يخدموا على راسهم الوقت الكافي باش يخدموا باش تزيرهم لو كان جوي بريمي اوت سومبين. شنو بغى هذا الرئيس وهذا المكتب ديالو؟ شنو بغى يدير؟ عنده العصا السحريه، منين يجيب اللعابه؟ منين يجيب المدرب؟ حتى المدرب ما يمشيش معاه، يمشي معاك مدرب ديال عادي هادشي عارفينو. دونك توقع الى مشات هذه النقطه بانكم تقدروا توصلوا شي حاجه بعيده ولا غتخدموا؟ نمشيو شي حاجه بعيده، لا نمشيو شي حاجه بعيده، لا اللي كيسمع شي حاجه بعيده كاين اللي غيتخلع عاود. ايوا نمشيو شي حاجه بعيده، كاين كاين سميه، نمشيو شي حاجه بعيده بيان سور، ما نخلوش الفرقه ديالنا، نمشيو قضائيا ونمشيو جميع الحلول جميع الطرق نديروها. خليك كلمه اخيره مع الجمهور الماس، ها الكاميرا سي مروان تفضل، كلمه تحر تفضل. الكلمه الجمهور الماس هو دا ماس فعاليات المرنسي نيت هو اصبر يصبروا مع الفرقه ديالهم وان شاء الله بحول الله القوا حلول للفرقه باش نطلعوا على الدرجه الاولى. وتن من هذا المنبر هذا تنوجه واحد الرساله لسي احمد البرنيسي، تنقول له الله يكثر خيرك اسي احمد، الا بغيتي تجلس معنا احنا مستعدين، بغيناك صافي غير نجلسوا نلقاو حل ودي عائلي باش المغرب فاسي نخرجوا من الازمه هذه. نعم وشكرا. شكرا لك، تمنوك التوفيق، نتمنى الله يعطيك صحيحتك بعد هذه اول حاجه. شكرا. نتمناو ان شاء الله الاسره المصاويه تعرف شنو هي المصلحه ديال الفريق المغربي الفاسي، وتا السلطات اللي ما تفهمش. انا ذاك ميساج اخير ديال الملاحظ، ما تفهمش هذه الفروق في المغرب تنحس بها هي كتكون ملك لواحد الناس، والمدينه كتلتجأ للحلول حتى كيوقع المشكل الكبير، كان المدينه ما عندها دخل، كان الفريق مثلا ديال ديك المنطقه وديك المدينه بالرغم من الكبر ديالها ولا تكون كبيره ولا صغيره ولا متوسطه ولا كيما بغات تكون، كانها شي حاجه غير تسليه ما داخلاش في البروجي الخاص بالمدينه، المنتخب والمجالس الجماعات اكسترا، وكتلقى بزاف العراقيل اللي تقدر تكون ديالهم هذيك المدينه. وبالتالي انا باريس سان جيرمان كاونسينت كناس عندنا دي ملياردير اكثر من ملياردير، الناس ديال باريس سان جيرمان اللي كيجيبوا لعاب 220 مليار سا فو تو دير، راه باقى الان لاميري يعني ديال باري كتعطيهم الدعم الى يومنا هذا ديال باري. وكذلك مثال ريال مدريد اللي هي الناس والمنتخب تما وداك الشيء دخلوا باش ياليجيو الازمه ديال ريال مدريد وشراو من عندهم اسهم عند علاقه بالملعب باش ما تبقاش عندهم ديك الازمه الكبيره. فالونس كذلك هو مثال، بزاف الفرق بزاف الامثله. وبالتالي هنا في المغرب يا الفرقه كتولي حل سياسي لكسب الاصوات والتعاطف، يا تتنوض لنا الصداع وتنوض لنا الصداع في المدينه ويوض القرب ملعب باش ندخلوا. واش هاد الفرق كامله في المغرب هي فقط ان بروجي عنده علاقه بانتخابات او لا شي حاجه نسكتوا بها الصداع؟ هذا هو التساؤل الخطير. سمح لي على القوس، انا ميم الدار البيضاء، لان التعامل ديال السلطات مع الفرق ديال الدار البيضاء هو تعامل هذه الحد من الخطوره، يعني خايفين من شي صداع ولا من كي، واش هذا هو التعامل مع الرياضه كامله بصفه عامه؟ شكرا سي مروان، تبارك الله عليك. شكرا سي خالد فرحان، سي محمد اللواحي، تاكتيك مازال تواصل معكم، غنشوفوا شنو غيعطيونا النتائج ان شاء الله بالتحليل، غنرجعوا نهار الاثنين ان شاء الله مع 8:30. الى اللقاء.